Good morning, girls. السلام عليكم حفيظ. وعليكم السلام. هذا شو؟ هذا طالبنا نسوي بيكس بهم. أيوة. السلام عليكم. Good morning. هلا بس. حق البوس. السلام عليكم. نعم عم. صباح الخير. بخير؟ صبحكم الله بالخير. لا أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صبحكم الله بالخير. معاكم الأخ العزيز صلاح بن أحمد بن عبد الله الخالدي. بك جداري. إيه طاولة إن شاء الله إن شاء الله. بكينا. صلاح تريك له بعد. صباح. البيت شو؟ خبوس. ها ايش اسمك بشكرك؟ ماني. ها واتس يور نيم؟ ميري. صلاح ايت بريكفاست؟ يس سر. وات ساندويتش وذ ستروبري جام اند ذن حليب. تقول ما تريقت؟ زين خالد معاه. بعد مرة ثانية؟ هي ايت بانانا بيفور وي جو هير اند ذن افتر 10 مينيتس وي كم هير هي ايت ابل. بس عليك بتنطر. شو تريد الحين؟ فلوس. فلوس حق شو؟ واسه بتعطي بشاتير معاشات؟ الحين لا باجي اربع ايام على المعاشات. ابيها جديده. ما علي. يعطون العمال معاشاتهم تاريخ 28/29 اليوم 25 باجي اربع ايام. شو مستعير علي؟ ولا تتشاف صحن طايح متعنه ومصرف. يا ربي منك يا صلاح متعني ومصرف. شو هذا حفيظ؟ هذا سمن نقل جيب انا ما يعرف لكن شو فيه. شو هذا هذا قريط يسار حفيظ اي حد يجيب سامان ما يشيل. انت يعرف شو داخل هذا؟ شو داخل هذا قوطي؟ ما يعرف لكن انزين يمكن هذا شيء ممنوع مال شرطه بيزخونك انت يعقونك سجن. اي سامان لازم انا في معلوم وين جاي هذا شو علمه شو اخبره. أوكي. انا ما في معلوم شو هذا حينه. اوكي ان شاء الله. يلا صح صلاح؟ صح. وايد العربي يتخبرون عن سنابك. قول ابوي انا اتفرج انا ما انزل سنابات. تنزل سنابات انت؟ لا هي تتفرج بس صح؟ هلا والله ابو صبحكم الله بالخير. كيف الحال وشلونكم شو اخباركم؟ ما يحتاج عالم هذا نتعرفنا على العلم هذا ونعم 60 نعم ولا قصور فيك يا ابو محمد. بيض الله وجهك وما قصرت. أما هالرجال يا أخوي قلبه خضر يا أخوك. أنا حاس قلبه خضر الرجال ذا دير بالك عليه. السلام عليكم شو أخباركم صلى الله عليه وسلم. شو أخباركم شو أهلكم صلى الله عليه وسلم. السلام عليك. صدق من قلت الإشيارة يسبقون عندوك بالمصر حتى صابقينا نفس ما تسبق بالبيت. شوف يعطيك الصحة. مرحبا أبو محمد ناصر يسلم عليكم متولى عليك وايد وايد وايد. والحمراني بعد نفس الموضوع متولهين عليك. الخالدي ابو محمد ها اتبعنا اجراءاتك وبيض الله وجهك. صلاح حار تريلتني قال لي يبرد تبني صاب لك اياه زين.
متعني ومتصرفة. شوف صلاح ينتب. ها تعال 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 خلي هناك شيء في فاي بالغة في فاي ريدي يا بنصير أنا وياك نجيبها. خلاص بابا ها شو بس بس يوم دابنا لين عينه صلاح أخ عليك انتحار ضو بيحترق ثمك. يلا إجلس رندا ما بيشرب قلم قساء أنا إجلس شيل صلاح بيشرب عنك براي براي صلاح قطعي حرام مسكين صلاح. صلاح مسكين حرام خلي يشرب. لا 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 طب صلاح والله بقى حرام حط بخشيش. امس امس عاطنك هل هو عاطنك بخشيش؟ متى عاطنا صلاح؟ متى عاطنا؟ زين يلا يلا بس سر سر خلاص ما بكل دقيقة صلاح زين شري لك شر 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 لا شري لك ملار اخ عليك انا بيك صبر 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 انا بكبري بيك خير. بسم الله الرحمن الرحيم حيس حيس هي بعد بعد ايوه ها شوف ما شاء الله طيب شوف تبارك الرحمن هالي قصيناها الحين كانت مصوجعه يعني بعشرة بالمية ينضوي نبطت فمها يت الطيور والحشرات وما صفينا على شيء خواته توهم باديات تضرب نشرات البيضة من تحت وعقب تنجلب البيضة إلى الصفار عقب يقصونها قبل ما تقير عادة الحين في فاي هاي مجدمة لأنها مزروعة العام هبويا خواته شوف خواته اللي تشوفونهن هاي قيضن ويرطب العام اللي خواته يقيضن متى تدرون متى من تبشر من يبشر الانغال بشر الفيفاي تريدها انت؟ زين برايح. لفها بجريده ولا لفها بيونيه بيونيه؟ ولا حطها في العيش؟ شو؟ بد بد خل وين؟ شو 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 تريد؟ وين؟ خل ياسمين شو هي يبغي؟ اجيب ياسمين ليه حق منو تبي ياسمين؟ حصه حق حصه؟ ان شاء الله يلا قطعوا ياسمين حق حصه. يا ربي ها 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 بيطلع مخك مخك اي بابي اي الحق الحق اي وين بتصير حلال ها حلال تحلق الحين زين يلا براك يلا وين دريبلك وينو هذه وين بتصير بس عندكم حصه وخلاف والحلاق اول حلاق لا لا اول يا ربي يا صلاح هالعشر يا ما مظهرنهن ويا ما رادنهن في هالبوك يا ما مظهرنهن يا ما رادنهن يا ربي منك بس عاده يا سلام ها صلاح هادو ها يا بولك يا لف عليه قرطاس بس لف العادي احنا يوم توديه حق حصه تحبها على راسه ولا بلاي حبه وحده له هنتين حب له حبتين شو السؤال الحين؟ حيوه اخلي ما ادري بك انت الحين أبو لا اخطف على البيت عطى بشكاراته وسر ما ادري انت دق لها تليفون وشيك اذا موجود ولا ما بموجود شو رايك؟ بدق لها الحين؟ يلا دق لها راوني الحين هذا كله بشوفه تبدا 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 يبيك الحين هو بس 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 طيب اللي قاعد تجهز اغراضي خالد انزين ترى سجلتك ها كل ظهرتك قدام العرب الحين ما عليك حس ما عليك بس حس ريبون حسك غليظ يلا يا مقطع لك ورد هو بس بلي بلي انزين بيخطب بيخترب الياسمين الحين هو بيخطب بيعق على البشكارات وبيصير الحلاق يلا لكم شيء من الفيديوهات يبطل لين ينزلن
يعني ما يكون عليه الاكس هذا، وتوني عاد طالعته وحطيته، قلت بدل ما يتم روحه شي متعلج خليه يصير الكب. كلكم وايدين ولا طرشوا لي الحين على الخاص؟ ليش تقول تنعك في الكشرة؟ هي نعم الشيء اللي ما بزين كان اكل ولا شرب ولا لبس. تقوله وانها نعم تطلع عقوها في الكشرة؟ هي نعم، ليه ما عند الدبش بيعقها في الكشرة؟ عيال شباب ولا محله شراتي لود بين ادمين؟ منهم رد بعد لا، قبل رديت عليهم على الخاص وحين ما يوم هذا ما بقت في خاطري بشاكيكم، لازم اخبركم بصوره الحال. ما يوز لي هنا ولا يعيبني، ما ياز لي يعني معناته ما بيوز للعرب اللي واد ابوي ما بدرامات الكشره اعطيهم الشيء اللي ما بزين، اعطي العرب اللي يوز لي. الادمي الحين يوم بيعطي حد شيء يعطيهم بالشيء الزين اللي يزلك انت بيوز للعرب، انت هب خير على العرب تعطيهم شيء ما يتشاهد. تقول منقود للي رد في ويوه الناس، لا انا ما رديته، انا ما بودي حق حد لانه ما يتشاهد، عيب علي انا. بيجيك شيء تحيد انك انت هذا يوز ما يوز لك انت، لكن يوز حق الفلانيين، هم يحبون الشيء نص نضوي، ما عليه بودي. عرب اللي من غير بيعرفون ابوي انها ما بخدمه بيتك انت، خدمه بيتك انت مميز يعرفونها، شانك تحط صدو ولا تحط صقم ولا فلفل زياد ولا فلفل ناس. فطبيعة البيت من طبيعة هل وخدمة من نفس خدمة الأهل، فاللي يوز حق هل البيت اللي كان أكلهم فيه فلفل ولا ما فيه فلفل بالناس بتعرفه ترى ظهر معه. مثل اللي يقولك والله نحن نخدم المرقوق من سنة، وين ايش قال خدم المرقوق؟ والله سوينا مرقوق وعقينا فيها خبز لبناني، هذا المرقوق؟ قولينا وين الصالون؟ سووا الصالون وعقوا فيها والله الخبز لبناني وهذا المرقوق. واي رق الله مخك، ها يا ابوي سقم ريج، حد من العرب يسميه سقم ريج، وحد من العرب اللي من غير سموه في اثنين في واحد، سقم وسم ريج، صدو هذا سم. انتوا ما تعرفون ليش انا مغيض؟ مغيض هذا الباح كان يوم لا وحده دخلت وياي في حوار، الا هاي خدمه المرقوق، يا بنت الحلال مرقوق ما بهالنمونه. نحن يا الطائفه الفلانيه هاي خدمتنا المرقوق، قلت كرم الله الطائفه الفلانيه، انت ابوي دخيله لو انت من الطائفه الفلانيه عرفتي خدمه المرقوق. باكر اذا رجعنا من الحيين ان شاء الله بنطبق عصيده، بنخدم عصيده البوبر اللي على الدبس حق فواله العصر عاده هب الصبح. وتراني لا بكتب مقادير ولا بكتب شيات، الا حد كان من اللي يتابعن قلبها حي بتكتب خلاف عاده هي على هواها. ساعات من خدم شيء حد من البنيات هاي اللي تابعني يكتب ويطرش لي اياه وارد احط لكم اياه هنا، انما روحي انا بعرف انا ابوي ما بفطين لين هالكثر. اقول لكم انا بسير الحين هل بالقصة وين معسكر الانهيان، ومن اوصل هناك عبر ادرمسك بخلاف اذا الله جعلنا الحين، وانا ظاهر برمس وياكم عن سالفة الفيفاي. فيفاي وايد العرب الرسائل اللي يتني تخبروا عن طريقته وعلمه وخبره، انا بخبر انا الحين بخبركم عن سالفة الفيفاي وطريقة زراعته وعلمه وخبره وتيمه وكل شيء، غير ما اريد حد ويقاطعني يغالط بي لا غلطان ولا ما بغلطان، ترى ما بقرا ولا رسالة خلاص، انا اللي اعرفه بحطه وهذا الناتج تراكم شفتوا هذا حيل، ترى ما في الحاضر مدح. من اللي البارح عارفها معلومه ولا شيات بيتفلسف بها علي شرات راعة المرقوق، او ان مرقه يحطون لها خبز لبناني هذا المرقوق. شو قلب هالقفاصه كل يوم وديتين صبح ومساء.
على اساس اني بظهر الساعه 10 او 10 ونص. ترى عندي موعد ابويا، اقول عندي موعد حد موعد ابوي، مستاجرين لارض صناعيه شيء يرض لنا نحن الاخوان كاسره يعني، مال حياه ابوي متشاركين فيها نحن كلنا، ومن ضمننا صلاح يعني بما معناه ارض ورثه، الارض الصناعيه ورثه متشاركين نحن فيها كلنا، ومن ضمن الورثه صلاح يعني الله يحفظه. انزين بخبركم عن السالفه. انزين الجماعة كم مستاجرينها؟ ب30,000 أجار قديم. الأجار القديم كم؟ 30,000. بي من 30 سنة ب30,000. رفعنا عليهم قضية، حطينا محامي هذاك الوقت، اركض ما تركض، عندك دونك، ما شيء فايدة. القانون وياهم. شو السبب؟ قلنا له نبي نرفع الأجار، شو سوى؟ فطين واحد ملقع فادي نصه جمال يهد. شبوي وصار عند فض المنازعات، قالهم والله هذا الرجال عني انا ونه، هذا يبى يرفع من 30 الى 3 مليون. حيلك صار يا صاد تصدق؟ قال ابوي عندك كم اجارك؟ قال اجاري 30. قالوا عيال ابوي كل نهايه سنه حط الاجار عندنا والمالك بقاهن ياخذ ما بقى. المتجر هذا انبقى بيزاته اللي هن ال 30 اللي هو نحن يا ملاك، يجي يستلمها ما بقاهن يصير يشاكيك المحاكم. ابوي عاد انا ابوي لا ما ابيع سلف ولا ابيع دين، واركض واحط لك محامي. اركض ما تركض، عندك ودونك صبح ومساء كل يوم. المحاكم ويانا لازم يصير المعلن ويعطي المتجر اعلان برفع. يا غير ابوي منو بيروم يدل بيته ولا منو بيروم يستدل عليه؟ ساروا للبيت ما ظهر لهم، ساروا للشبره ما ظهر لهم. اعلان باللصق، ما شيء اعلان باللصق حق الاماكن الحرفيه يعني الاراضي الصناعيه يوم ترفع عليه قضيه ولا شيات، يعني ما شيء اعلان باللصق يعني يحطوا له الملصق على الباب الحفيز، ما شيء، هذا ممنوع هاك الايام. الحين تو سمحوا فيه الموضوع هذا في لسبب، سببا مثلا بيقول والله اعلنتوا حطيتوا شبره، الشبره هذه زيوت عليها ما يلصق الاعلان، يعني الحكومه كل شيء مسوي له مراعاه، يعني ما سوى قوانينها شيء اعتباط ولا مني والطريق، لا ما سووها لهم عارفين شو اللي يسوونه، الامراض ما بهذا موضوع. وغادل لك انا ويا المجرين كان جالسين في ماشوه وبحر عياي، من متى من كم من يوم عدى العام. كلمتها بالقصه قلت لها ابوي هذا العلم وهذا الخبر وهذا، قال ابدا ما طحت الا واجب، هذا منو؟ المحامي اللي عندهم يحافظ عليه. نسيت شو اسمه، هو اعتقد انه اردني فوق في الدور الثالث جنه. ريا قال ابدا ما طحت الا واجف، عطني الاوراق. حافظ علي اسمه ياسر، ياسر اسمه. اعتقد اردني، رمس اشارات بدو هالاردن. المراد اظني اسمه ياسر اعتقد. والله حيك وحيه النسيب، ما قصى الاردني. في جيل يا رب ارحم، 3-4 شهور رفع عليهم ابوي قضيه وكسبها. الأرض كاملة قيمتها أجار الكبرة، الأرض كاملة 500، نحن فرق من 500 لين 30، فرق السمع على الأرض، يعني فرق من 30,000 لين نص مليون، فرق السمع على الأرض، ومن 40 سنة متلوتين على هالأرض، بغينا الفكاك منهم. انزين الحين عاد يو الحين هناك يتريون، صاروا عند هل بالقصر مواعدنهم ذهني الساعة 10، ونسيت الحين اتصل بالمحامي، ما وعيت التليفون لا يرن قبل شويه. استاذ خالد قلت له نعم، قال لي الزلم بيستنوك هون. قلت نسيتهم انا يوم الا هذا يا ابوي، خلهم ابوي انا الظلم الضاري ما يهون علي، خلي حد يترياني، لكن اول مره اواعد حد واتاخر عليه ولا تاسف ولا تحسف اني تاخرت عليه يعني. له يا خلا شو؟ له يا ابو محمد بصيرش هيك؟ قلت له لا، مع النمونه التلوادم هاي اللي يصيروا نص 40 سنه ونحن نركض وراه. يا مجلس بجلسة تريع عند الباب، ويا مجلس بجلسة تأخروا، ويا مجلس بجلسة أدور الباركن في المحكمة تحيدون، وبعد ما لقيت موقف. عذبت سنين الله الطويلة، وحين هو عاد حاننها ما وإن تريوني ساعة، ريتم حصاة، ريتم حصاة بهالعذاب كله إلا مالتي أنا، نحن فيها شراكة الأرض هاي حوالي 12 آدمي، تخيل 12 آدمي جاسبون 30,000 من حول
برايمين هدمها ولا برايمين نسلها ولا عيال حتى ليدار ما مره متهردم بكبرها. في الوقت اللي خطا في الوقت الاولي من يتاخر المتجر دخل ابوي الريان راعي البيت في الاول السنين الاوليه وما طبوي واير الكهرباء عن بيته. حد من المجرين لوتي اقول لكم 40 لو 37 سنه متفيزر في الارض ما 30,000 من حول لحول. اول ما شيء يعني القوانين الصارمه القويه السنين الاوليه يعني قبل 30-35 سنه من يتاخر المتجر دخل المالك ومط الكهرباء. ياهم الحر وحرب مدينة زايد رطوبة وحر والغطا وخاري البيت كله بواليع ووهف. بيظهر المتجر بيظهر عنده ما عنده المتجر يدين ويتحين ويدي ابوي اللجار كان تبعي قالس حلال العرب بلاش يعني ما يستوي. انزين سالفة الفيفاي اللي حتوني حطيت لكم صورته خلاف عاد وانا ظاهر من عند هلب القصر بعد لكم شو السالفة والطريقة والعلم والخبر. سالفة الفيفاي ها روحها قصة طويلة عريضة يعني يبال حد متبرد وحين عاد انا مشتط وما في بسير حق الجماعة هاي اللي يدعوني ان الله يعينكم. انا ثرني نسيت اخبركم شو حكمة المحكمة. حكمة المحكمة انهم يظهرونهم بالقوة الجبرية والحين عاطينهم مدة شهرين عسب الاخلاء فحين يدورون حد يتوسط بيني وبينهم على اساس هاي المجرين هاي راقوهم على اساس يبون يجددون بالقيمة الاجارية اللي انا اشوفها صح او يعني شيء ترى يسمون اجار بالمثل حالك حال يارك. انا نحن ما نبي اجار غير عن العرب حالنا حال ايران اما مأجرين العرب نحن بنجر يعني ما يليج في العقل انه ارض في العاصمه بوظبي بوظبي من اقل مكان في الدنيا العوده للعقارات نحن دول على العرب 30 والله كلم العاقل بما لا يليق فان صدق فلا عقل له. تخيلوا 30,000 من 37 سنه وما برايمين نظهرهم لك رب العالمين العالمين الحين جالسين يتريون هم في الضوء وانا جالس ابدا في الثلج كنت يا شباب وينفخ علي واستأست اتمشى وحده انتين لا سابجين الله ولا غالبين خلهم ابوي يتريون بدل الساعتين يتريون 3 ساعات اترياهم 37 سنه يعني ريهم جان قرب لذان توني واصل الحين يتريون فوق هناك تبدا السماء هذا المدخل الرئيسي والهلب القصه اللي خبرتكم عنه ان شاء الله يكون واضح. بنسير نحن ابوي حينه وين بنسير؟ على اداره الاستثمار. يا طاحت الحيه خلاص؟ الحمد لله. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. محني في الكلام اللي قلته عنك؟ تمام ان شاء الله. جزاك ترى حطيت عليك المقص من ظهرت لين وصلت. لا هيم هيم والله. من هالسهل ياسين تحاور. هو سامع اذا هو سامع في الموضوع لا هو حاضر من حد رايي فهم هالموضوع. عزيزنا نحن الحين نتفاهم شو اسمه المحامي ياسي شرح فاذا هو لا مانع يسجل على الحصتين بعد 75,000 ريال بس قال المحامي ما انا الحين بنتريى المحامي ذني بعد الله بالمستعان على هالحال من هاك ساعتين ما مسوية المحامي مالنا ساعتين المحامي ماله بدي في سنة الحين قالوا له لازم يتدي القيمة الإيجارية أثر رجعي وتاريخ صدور الحكم قبل سنتين وهو قال لا القيمة الإيجارية الجديدة من أتمرحين صك وحك من هاي الساعة لين أمر هالدقيقة يا شافي ويا يا شافي السيف لي والترسلك السيف لي والترسلك وعلى هالمنوال توكل على الله اللي تشوفونه مناسب. جزاك الله خير أستاذ ياسر بارك الله فيك. جزاك الله راجع الهاكم عنده اسئله من هذه نفسها ما في الحبيب شو الراي الحين اول ها ابلغ شويه الدور خلص خلص انت حينه انا بصراحه اكيد على سني اخلص معاكم على القديم هي وخلاص ايوه خلصنا على القديم بس انتوا الحين يا الله ما بتيب الفلوس 30 سنه يابا كنت تجمع بهن هالفلوس والله على الله والله صدقني انه تعال عندي يعطونك اياها بالاقصاد ابوي بالاقصاد بارك الله فيك خلوا لي فتره يحسب ليش قصدك يا خالد الحين نصيبي انا لا نصيب صلاح لا
المعوق لا بس خلاص لا احنا ما نسمح لك تقرب عليك بس خلاص عيال ابوي رب العالمين ما سمح لنا هذا اذا جبت لي انا احسب لك 36 2016 لانه ما عندي الايصال لا موضوع الحساب هذه بس بجيبه واعمل الحسبيه وشو ايش اللي بيننا ما عندي مشكله بالنسبه للايجار الجديد محمد يلا خالد يلا توكل على الله توكلنا على الله انا باشوف حالي بنقصد لك ابوي المبلغ بدال شهر مره 10 شهور ما شيء مشكله اهم شيء خلص جزاك الله خير فكنا من الصدعه انت انا مراع عنك والسرعه يلا شايف الخاطر خلا توكل على الله يلا دفع لي ساعه ابوي صندوق صندوق وين بطرج بعد كبتيب بكره خبير هي ايش كرف عندك خلاص هو بده يومين هنجيب الاتصال تبع 3 ماشي يعني في الاقصاء ماشي مشكله على الله من عين ابو محمد اللي تامر والله لو تجي تشوف الشغل ماشي يا رك الله يوم الشغل ما قصر لميت ابوي ها ما شاء الله عليك شكرا جزيلا استاذ احمد بارك الله فيك دفع الله شر البلاء يعلكم ان شاء الله دوم نصره للحق ومن يعين على الحق جزاكم الله خير هاي يوم يقول لك اللي يصير عند القاضي هي راضي صرنا ابوي عند المحامي عند مدير هل بالقصر وما قصر دفع الله الشر والبلاء علينا ظهرنا راضي ما شاء الله يا الخالد حتى هني في اذربيجان حاطي لك الصبغه والشير سمعوا شعورك حتى وصل لنا اذربيجان طالع شعرك لانها مزروعه العام ابويا خواته شوف خواته اللي تشوفونها هاي قيضن ويرطب العام لما انكم متفقين على اساس ان نحن بنرمس عن موضوع الفي فاي هل الكم بارض برمس اذا ما الكم بارض بعد برمس نعم لازم بخبركم بالموضوع لان الطريق طويل ولازم اقصر الدب ويحد ما عندي الا من عقب الله الا انتم هي نعم تبون ولا ما تبون قصب زور بس شيرت الفي فاي حطيت لكم الصور من ساعه شيء صور الرجال شفتوا وين متخوصر هذا الرجال هذه في فاي عمرها اكثر عن سنتين حطيت لكم نمونتين من الصور او عده صور لكن الملفتات اللي النظر انتين واحده منهم ريال متخوصر حاط يده على خاصرته الشيره من هنا اللي تحت الريال المتخوصر هذه عمرها تقريبا من 3 إلى 4 سنوات اللي تشوفون هاي العوانه والباجيات هاي الحقول اللي هن بساتين الفيفاي اللي شفتوهن ثمرتن من الدعنه لين القمه كامل اليد المزروعات في الحقول اللي فيهن الثمر الوايد هذا عمره 7 شهور من 7 إلى 10 شهور شو السبب؟ الحين بخبر نرد الحين على الأصل يعني الله يحفظكم كل واحد نزيد المول على البذر هاي يسمون الهايبرت هذا المعدل أو معالج مش بمسوينا هج عن الامراض وعن الفطريات وان الشيره تكون يعني تقهر الحروره ولا تقهر الرطوبه وتقهر تقلبات الجو يكون اللي بيزرع النوع هذا من البذر هاي يسمونه الانتاج يكون كثيف تجاري الانتاج يكون كثيف العرب وايد تقول والله نحن نزرع الفيفاي
لكن ما يغدي ما يشل الثمار وايد، ولا من يدور حولين خفت. اولا عمر الفيفاية يمكن 4-5-6 سنين تعيش، لكن اهم عمر لها اللي هي من عمر يوم الى سنة عز انتاجها اللي هي الموسم هذا في البساتين اللي من غير في سريلانكا والهند وفي البلدان الثانية يدور عليها حول عقوها سووها نفيع للدبش فرموها وعطوها سووها سماد ولا تصرفوا بهن يعني. عمرها الافتراضي سنة عندهم ما تزيد عن سنة، من تكمل السنة بوي جلعوها وتصرفوا بها. انزين شو السبب؟ انك ان زرعتها كل سنة يخف انتاجها، كل سنة يخف انتاجها لين تازم ابوي كش بس خضرة بلية ثمر من تكمل 3-4 سنين ما تثمر. اساس انا كل سنة ازرعهن متى؟ ازرع بذر، بذر ازرع مبن السوق، لا هم اللي تقص الفيفاي وتظهر منها تياب ستة فيفاي اللي ازرعها انا اطلب البذر ماله، اطلبه شيء من امريكا من هاواي وشيء من استراليا عدة عدوى. الحين احسن نوعيه توجد في وين؟ في الهند في الملبار. اي حد عنده من الهنود ساير بلاد الهند يقول ابغي بذر من فصيله الفيفاي، شرات فصيله الهنبة مليون نوع ونوع، اخير الانواع واجودها حاليا موجوده في الهند، يبون من امريكا ويبون من جميع من استراليا من كل مكان، لكن يسوون له تحسين وتهجين وما ادري شو يسوون به، كل هذا في الهند. خير انواع الفيفاي بذره حاليا ينياب من الهند. انزين ينزرع شهر 2 بذر، شهر 2 بتقولون برد؟ اكيد انه برد، هي برد، ايش قاعد بعد ما برد؟ ينزرع في محميه بيوت، في البيوت هذه مال الخضر الجرين هاوس. تكمل ابوي في قويطيها اللي هالكبير 3 يمعات شهر، شهر الثاني في اخر شهر 3 تنزلها في الارض، كل اسبوعين 30 حط لها شويه سماد، وايد ضروري السماد، تعشق السماد هي خاصه في يوم هي توها صغيرونه فتتقوى. عاده شيء وايد نحط لها شيء بسيط يعني تشيله كبر تشيله الخبيث، ينحط دور ما دارها من بعيد بعد ما بقربها من بعيد عنها. وابدا من يعدي ابوي شهر 4 أو 5 الوقت هاي اللي تشوفونه نحن في حينه تمتغط غادي كم كبرها، وتصير ابوي تفرخ الظهر ورد وتثمر فوقه 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 ما تقيض لنغاله الا قاضت وياها الفيفاي. شفتوه مساعة انا زارع عندنا هذا اللي قصيت منها الفيفاي المساعية هاي الله يسلمكم مالت العام، هاي انتاجها العام كان احسن عن جيب 1000 ودية. قيت الانتاج الحول بيغدي شوية اقل تخليها الا هواك انت يا غير، انا ما اخليهن من يدور عليهن حول بدلته، يعني انا هاي هوايتي، هذه هوايتي وأحب يعني الموضوع هذا أتعبل منهن يعني أعشق الموضوع. هش أسوي عادة بالزراعة، فلذلك أبوي أجيد في خدمة الزراعة. أنا على فكرة تبع كله وين ما تحطني أسلك، شرات هالمصر. وبعد في معلومة عن شرط الفيفاي، شرط الفيفاي حساسة، أدنات الدون تشوف خضرة كم كبرها قمض برج انجلبت وطاحت، شو السبب؟ حساسة زيادة على اللزوم، عروقها حساسة، شرات عرج الهنباء، الهنباء بعد أدنات الدون بعد تموت فقيرة من أي شيء. ذلك يحافظون على الفيفاي والهنباء من أي فطريات، فطريات اللي في الأرض ولا الفطريات هاي يعني من أي شيء، لازم الرش ولازم المحاتة. الفيفاي من أجود أنواع الفواكه اللي في الدنيا العودة، دخلوا على في النت وكتبوا فوائد فيفاي، حنسميه فيفاي حنسميه باباي. المحلية في الخليج فيفاي وباللهجة هم المتطورين بابايا، أظني بابايا. والقريطيسة هالكبيرو فيها يمكن 5000 أو 6000 بذرة 30 دولار، هب حد يقص عليكم. وقت البذر ينبذران 3 بذرات له هنتين في كل قويطي، شو السبب؟ يمكن وحدة تتعب ولا شيات تكون ما يضيع عليك الوقت 21 يوم، من تنبذر البذرة لين تظهر 21 يوم، وكانك حطيت وحدة ما ظهرت يعني بعدت يفوتك شهر كامل. هذا السر، شو سبب انك انت تبذرها في شهر واحد؟ من تبذرها شهر واحد تبلغ هي بلوغها متى؟ في شهر 4. لما تشوف هذا حجم هنا حينه طول الادمي،
شوفوهن طول اللادمي. الحين وقت اللي يطلع الورد، طلوع الورد. من يطلع الورد ويحصل شمس قوية مات الورد، مات الورد ومات وما يعقد الفيفاي. لذلك أنسب وقت يكون يزهر الحينة. هبي يزهر في شهر 6 و7 بيموت، وين يقهر؟ فقير ترى، لا ورد فقير. أساس قياس من بلد لين بلد تختلف، من أي بلادين بلاد بلادنا نحن قياس حينة موعد الإزهار. يلا برايكم عادة، بس إلا للتذكير أنا اليوم ترى بسير أتعشى وأصور لكم اليوم خلاف من المطعم اللي خبرتكم عنه اللي في النيشن تاور، مطعم سيجنتشر الهندي. متشتكلت فيها منها، هو مطعم سيجنتشر اللي تعشيت فيها في اليوم. أنا الحقيقة يوم كان غداء، هذا يوم أتعشى أنا وربعي الساعة 8 إن شاء الله، 8:30 أظن. عازمي على الله يحفظكم أربعة شباب يتمرنون وياي، وتوعدنا واليوم عازمهم عاد على العشاء إن شاء الله هناك. يلا شوف شوف شوربة، شوف إيوة هاي على فكرة اليوم بعد شوربة قرع، اليوم شوربة قرع. هاي جيلز، السلام عليكم. هاي من حناية، هاو ار يو؟ يعلج من هاي عاد الحين هذا عبد منقير، فاصوليا وزهرة وبروكلي، وهذا من الصغار يسمونهم نسيت اسمهم. هذا غدا يتغدى، هذا مهنهن طشون ريحة ضو لاحق تبنه، وعقبه بوي الشوربة عقبه تصير اتغدى هناك وعسب ما يغدي. هو هيا ها زهرة مار هاي حالي يعني ينينين هس وو صخن. هي والله على هالحال ما يجيب هنا الا المفاتن والزهق نبوت. عاد شوربة السمون القرع شيء لا صار ولا استوى، شيء غير نمونه، وهذا تفيدونه عاد اختفى بقدرة قادر. حفظكم سلطة الكيل وشويونة بصل عاده، وهذا ابوي عاد السلمون نقلاي، هذا تشوفونه فوق كله ثوم وفلفل ريح ريح. ترى بلي عيش أكدي بلي عيش على أساس أني أولني بخفف، يسد اليوم بصير مطعم هندي بصرت بيدي وريولي. نزين يلا برايكم. ترى السلمون مشواي. كم ركبت اليوم طولته؟ ساعة 11. دي كم ساعة حينة؟ الساعة 5 زين، بس خلاص ذاهب حينة عقدوها غايته؟ أيوة. يلا عشاو عشاو صباية، يلا جاب شغلك اليوم عاد الاثنين. يلا 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 ايوة عشاو عشاو يوم الاثنين هذا باكر في الليل. يلا يلا تنزل الدهنة هذه باكر باكر على الليل. يلا يلا ما شاء الله وايد طلب طلب وايد طلب أكثر عن العرض، اللهم لك الحمد. لو ما أبو لايتو فنان أبوي ما زاد الطلب. انت وين؟ يلا يلا ها سقيت الفيفاي؟ الفيفاي ما متى؟ بكره ورا بكره واللي بعده وبعده لا انت بكره ورا بكره ورا بكره اللي عقبه. أبو محمد مساك الله بالخير، أقول له كيف أعرف الفيفاي ذكر من الأنثى؟ هذا خالدي كان أكتبك صبح بهالجو الممتاز الطيب وهالفيو الحلو، حياك قرب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. الصبح تأخير على المستاجرين، والمساء تأخير على المعزومين، هاي مشكلة. واسميني متلوم لوم النص ييزي، العذر والسموحة منكم يا أربعة في اللي يا ستة تريوني في النيشن تاور، الحين دقايق بوصل. زين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير. أبوي للربع لأنهم وارمين يتريون خاري، قالوا أبوي لو تأخر دقيقتين ودرناك أنت وعزيمك. السلام عليكم كابتن، how are you؟ يلا we are waiting. أكرر أسفي وتأسف لكم، شو رأيك أنت؟ لا خلاص يا رك الله، يعني مقبول الاعتذار؟ شكرا جزيلا. المشكلة الحين جاي تحقق في المطعم، يعني تحراكم ما تشديتوا أنت تشديايننا صح؟ لا تقولي أكثر عن مرة؟ لا مرتين. I forgot your name. Prakash. We are now five people. Yes, sir. What are you going to do with us? So for today, we are going to serve you a special menu. Uh-huh. Starting with Amis Gosh, Pani Puri. After then, there will be a batch of kebabs. Uh-huh. Then there will be a main course, like special Lala Musa Dal, Sindhi Shabat. After then, there will be Gosh Dungar Bharta, the keema preparation. Two types of special Hyderabadi biryani, chicken and prawns. Ending with a batch of sweets, along with some bread baskets for you, sir. So the special we can bring called Coco Lychee, made from the fresh coconut water along with fresh lychee juice. It will clean your palate to enjoy the food taste. Thank you very much. Thank you. الأخ فهد والأخ عبد الرحمن والأخ شهيب. ها كابتن شهيب. شهيب nice to meet you. ما شاء الله عليك يا شهيب. This is the first course, mango spear prepared from the fresh mango pulp. Uh-huh. Masala chhas made from the fresh yogurt along with some Indian spices. This one. And pani puri, semolina along with some grilled chicken. And ابو شمع ترى اللي يميزهم في المطعم هذا حتى الستارتر مالهم اي نوع موجود ما تلقطه في اي مطعم ثاني. اول مره اشوف. اي والله اشياء كلها غريبه، يعني مش تلقط اي طلب عندهم موجود عند اي مكان ثاني، في الستارتر، في المين كورس، في كل شيء. اي والله. Now how many menu you have? Three menus, sir. Now what are we going to have? Sir, we are going to have 2 9-9 set menus, sir. What is the difference between each one? It depends upon the upon the portion size, the ingredients, the types of food we are serving, and difference. Like in 299, we are going to serve you special prawn biryani, Canadian prawn biryani, mm-hmm. along with chicken biryani. Apart from that, we are going to serve you today the chicken, regular butter chicken, tandoori butter chicken. Breads will be there, special breads will be there, some naan breads, different types of naan will be there, along with. And our very special dal makhani will be there, sir, lala musa dal, which is cooked for 72 hours, sir. This one, I love it. Yeah, thank you very much, sir. And we are going to introduce some new sweets to you, sir, this time. Like what? So like today we are going to serve you rasmalai along with passionate amarkand, the very special yogurt preparation of dessert with some passion fruit in that. So very special food. Thank you very much. الحين شو يستوي؟ ما تطلب انت، عندهم ثلاث منيوات، كل منيو يختلف عن الثاني، فنحن طلبنا اللي عاده اخير واحد. اول بادي يبون لك الستارتر، عقب يبون لك ما ادري شو، عقب ما ادري شو، عقب ما ادري شو، المهم لين ابوي يندحق بطنك هاي الساعه ترم تظهر. فما يقايسون عليك في الاكل وما يدبون الاكل مره واحده يكودونه، لا يبون لك يواش 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 يواش. ما تشبع بسرعه وتجلس جلسه طويله تستمتع في الجلسه والمطعم بعد ما يقدر يتلفون. يلا هاي سالفه الله عليك. منو يسلم علي؟ يسلم عليك سلطان راشد الحوسري. هي يعلق ذخر اكثر واحد طر سنابات انت وتخلص الداتا معه. يحل الله يحاوره. This is as a starter, yes, صح؟ starter, non-veg kebab platter, sir. أيوة. Starting with chicken seek, poly crusted salmon, tandoor chili pepper prawns, along with P3 chicken. ترى شيء من الأكل يوم بتاكله في مطعم أو بتطعمه أو الأشياءته غير عن الشيفة، هذا شكل وطعم، اثنان في واحد. شو الربيان لما تشوفونها، شو حجمها؟ ها شوف، أهم شيء ها شوف ترافة فيه. يعني شيء ولا صار لا قبله. Next drink, passion fruit mojito, prepared from fresh passion fruit juice with fresh mint and lemon, sir. It's served after the kebabs platter. Why after each plate you bring juice? After the kebabs, sir, you need to change your palate so you can enjoy the main course. That's why you bring after each course a new drink for you, sir. What starting with two types of breads for you, sir. This is lacha paratha, paratha which having rings with that, cooked in tandoor. Aywa. And next to that is potato kulcha. This bread is stuffed with potato. About this dal makhni. Yes, dal makhni. Okay. What could you told me about that?
So this is a black lemon preparation. Uh-huh. This is cooked over through the night for 72 hours. على فكرة اللي أقول لكم أخير دال مكري كلت بحياتي هذا هو الأول. أصيح من هذاك اللي في لندن اللي تحيدونه هذا أبوي سيريو عبد الرحمن. هذا شيء لا صار قبله دال مكري ولا عقبه دال مكري. شوف بتشوف. أنا ما أكل الدال بس بجربه من كثر ما بتشوفه بتقول قال خالد شيء عجبه. This is zira rice for you sir. It's a white rice preparation flavored with zira and topped with coriander for you sir. أيوة. زي عليه just a little bit please. This difference between each rice. Yes. This is very white. Why? This is white rice, steamed plain rice, sir. Uh-huh. And that one is. Why they call it zero? Why? That is zero rice. هذا بالدال مكني عاد ويا شو يسمون كمون يسمون نحن نسميه سنوت. على فكرة نحن جالسين في الطاولة هاي مرة على الواجهة ويمفتح أبويا اللي دارها بكبرة. تشوف الكرنيش وانت جالس لو عندك خيط تروم تحدقه يعني على فكرة لو عندك خيط ابدا هاي غبة ما كأنها شوية قوية هاي لو عندك خيط تروم تحدق سنارة يمكن حتى لو 200 سنارة انا ابو تقريبا 200 متر او 300 متر ما. ها شباب شو الرأي فنان المكان ها المنظر جميل ايش رايك فهد ما توقعت ايه شيء جميل تاع المازين للهيبليتي توحق الكابتن هذا عاد جنان هذا هو اللي بس عاد هذا عشقي انا ها زعتر تنوري زعتر نان هذا مو دقه اللي تريق كل يوم لا هذا ابن عم هذا يلا next course of food for you sir it's called gosht dungar bharta made from fresh minced lamb along with some minced beans ايوه شرات الكيمه What sir, is that? This is the signature butter chicken, sir. Tandoori chicken, which is cooked in rich tomato gravy and garnished with cherry tomato along with some cream. ريار والنعم فيه صراحة. يا هلا الله يحفظك يسلمك. ها كابتن. نايس. عشان ما بقى بعد الدوام ما مدعت لك. The next course is biryani, sir. Two types of special biryani. One tiger prawn biryani. Another one is the chicken biryani, sir. So we'll start with the chicken or the prawn, sir. Chicken, please. الحين هو ما يجيب الطلبات يكودهن لا يجيب مثلا طلب الحين مثل ما قال البرياني مال الدياي ويجسم علينا كلنا خلصنا خلافي يجيب العصير شي مثل هذا اللي تونا شربنا منه حسب يتغير الطعم ويرد ينزلك البرياني الثاني اللي هو برياني الدياي وعقب بعد يجيب لك ودي ثاني عصير انزين خلاف عادي يجيب بعد الطلب الرابع والخامس هيلا بيس لين تعتدل ضلوعك سمعتوا لي تعتدل ضلوعه تشيكن برياني yes sir Hyderabadi preparation Hyderabadi yes sir I can't hear you Hyderabadi preparation sir hey it's cooked in dum style sir يا رك الله يا سلام سلام chicken biryani for you sir okay. that's enough thank you sir thank Please you enjoy your biryani sir And which one? This one or this? This is tiger prawn biryani, sir. Biryani. Yes, the tiger prawn biryani. أيوة هبرياني ربيان هذا. Yes, cooked in dum style. أيوة. Oh. Tiger prawn biryani for you, sir. Okay, thank you. Thank you, sir. هذا بلالي طم بعيش. أنت متأكدين إن عيش؟ الحين يحطون على جماعة أكلم حبولهم داخل من المواضيع اللي ما كنت أعرف عن المطعم كنت أتوقع ثلاث منيوات عندهم هذا بس أنت مقيد فيهم ترى طلع لا بعد تروم تطلب من المنيو اللي أنت تباه مثلا الشيء الطلب اللي أنت تباه
والخيار الأكثر يعني للمنيو للثلاث المنيوات هاي. لا بغيت تطلب الطلب العادي تروم تطلب تختار من أي شيء تبغى، لكن اللي أخير أنا أفضل واحد يطلب منيو يجي كورس كامل. سوري. So your next drink lemon mint cooler. It is made from the fresh lemon with mint along with some fresh orange juice. And there is also food after that. So sweets are coming. يا أبو كنت زرعت بطوننا من حلم سابق. من الساعة 8:30 وهي لبيس مساوى اسمي ايش اغلى. One by one. This is Zafran Rasmalai. This is Sir Zafran Gulab Jamun cheesecake. And this is passionate Amarkhan yogurt with flavored with passion fruits. Yes. شرح ابويا للشباب كلهم. Good evening. My name is Khalid Al-Khaldi. Your good name? I'm Suresh, just a manager for Signature Messenger. MashaAllah, MashaAllah. Nice to meet you. What about Ramadan? Ramadan, we'll having some set menus out here. One set menu is around 150 plus per person, the set menu. And of course, a la carte also will be there along with that. We'll be serving that also. Of course, the Ramadan accommodation with the welcome drink, the dates. And the fresh juices? Fresh juices, the dates, and the water will be placed on the table. And later with that, what the guests will prefer to order, will like to go for. What, until which time in the evening? Evening after the prayers will start, till 12:30 it will be. That's it? Yes. 12:30. In Ramadan, there is special delivery or? Yeah, we have tie up with the room service, the delivery is there. And of course, the guests will always order for the takeaway. Before the prayer time, for the prayers which they like to have food at home. Normally they take food at home also. Every year it happens. They have to order it before? Yes, in advance they order. Order it how long before? Before 1 hour before, 1 to 1.5 hours before we get the order. Even if it's for 10 or 20 people? The yes, same? Even for the palaces, we get bulk orders, which they bring their own big containers and the food goes well. That's what I mean. You do like this? Yeah, for the palaces and all our big family royal orders, all goes with the big containers they bring in here. So we keep it ready. Their person come and picks it up. So and the person comes to pick it up and well, for the after the prayers they have a good iftar at home. Thank you very much. Thank you, appreciate. Thank you. I need the menu. I need to take a picture for it. Sure. And also I need the business card for the. Certainly, sir. Thank you. Thank you, sir. Captain, what are you doing? Huh? What are you doing? Just you like the food? Yeah. Yes. This now? This is signature dessert, sir. Electric kulfi. Hey. This is condensed milk with saffron. This is almonds. And this is the kulfi, Indian ice cream, sir. Now I'll put this condensed milk in the kulfi, sir. Thank you. With some almonds on the top, so you can enjoy it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you. Please enjoy it. يطرقع عشان ريتو للصوت ما تسمعونه. والله اني اسمع لصوت. We will never find something like that in another restaurant. It's only in signatures. Only here? Only here. In the entire UAE you can find only in signatures. إيه. شوف انت. انا زقرت المدير علشان يشرح لنا موضوع المسمى مال المطعم اللي هو سيجنتشر. شو ليش مسمينه سيجنتشر؟ شو Signature by Sanjay Kapoor Abu Dhabi is a franchisee from Chef Sanjay Kapoor. He's a master chef from India. Who owns more than 7 brands all over the world. It is an ethnic Indian food. With out here in Abu Dhabi, we have more of local cream crowd from Abu Dhabi, along with other nationalities. And in here, we are also doing excellent, very well we are doing. And more of the people knows about Chef Sanjay Kapoor from all around the world. مهم أبوي مطعم هام ولايتي ورقم واحد ولا شيء شراته. هذا كل حين اللي هو قاله. بس هذا بغيت اخبركم عنه رقم واحد وهذا ابوي عنوانهم
Prime Minister of Modi came to Abu Dhabi. Sanjay Kapoor was in charge for his food and all, for lunch and dinner, all were looked after by Shah. Along with from the ruling family, Mohammed bin Zayed and his brothers, all were along with him. MashaAllah. And also the Singapore Airlines captain. Thank you very much. زي أحب أخبركم شو قال عاد من مدة من شهر أو شهرين ما رئيس الوزراء الهندي يضيف على دولة الإمارات وسكن في الفندق شو اسمه مثل دنيا موتس هوتيل رئيس الوزراء الهندي يوم زار أبوظبي سكن في قصر الإمارات فغدا وعشاء وريوقة من عند المطبخ المطبخ المطعم رئيس الوزراء الهندي يقول لك ثلاث ويبات يشتل اللي من المطعم هذا الريوق والغدا والعشاء كل من عند الطباخ اللي توني صورت لكم صورته لو مكانه كلهم مميز وكلهم فنان وشيء فنان وشيء ولايتي مستحيل انه يرشحون اكبر طباخ في الهند ابوي يطبخ له ابوي هذا كبور هالريال الطباخ اللي عنده في المطبخ هذا اخير طباخ في الدنيا العوده حتى رئيس الوزراء الهندي ياكل من طباخه كان ريحه كابتن سي انيثينج انيثينج واي يو ار فيري كوايت شكرا شباب على قبولكم العزيمة يعني مداخل العافية مشكورين ما قصرتوا Thank you captain Thank you for coming Thank you See you إن شاء الله next time يلا السلام عليكم كم عاد ضاوي من المطعم قلت في خاطري بسير البيت وين ساهر وين ساهر من ناكتة عن أبو قلت في خاطري بسير البيت وأنا خاطف قلت شفت البطين أدخل البطين ما أدخل لفيت البطين ولأن ما شاء الله البيت 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 والميلس بكبر يصري قلت في خاطري أبو الجماعة واعين وأنا الشك وأدخل عليهم السلام عليكم مساك الله بالخير كيف حالك على الله يحفظكم بيت عيال حياة ثاني بن مرشد وهذا الحبايب هالعيال فناني سلام عليك السمي مرحبا مرحبا سلام عليك رحين صور مساك الله بالخير كيف حالك كيف انت وعمرك 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 يا مرحبا يا مرحبا ساعتك أبا أكرمكم الله مع السلامة مالا مرشد مع السلامة شباب أكرمكم الله هذه ميال اسمها البضبي طلقة صبح ومساء ليل ولا نهار أبداً الخسائر والياي ما يحتاج لا تواعد يا مرحبا يا بيصل ويلعود يا لوسو يا ليم يا عيني بيصل غير عيون علو يا يماعي يا ابني بيصل غير عيون علو سايل عيني وحيتي ما قرون علو خيش ما يميل وحيتي ما قرون علو سايل يا عيني حاربا يوما يا ذلوا علوي عيال عايم حاربا يوما يا ذلوا علو سايل عيني الدم في الود ياني علوي مسيلين الدم في الود ياني علو سايل عيني